السلام عليكم حبيبي الغاليين، كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كيف بقيتوا حبيبي؟ كيف بقيتوا مع هذا الوباء؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة كيف كانت وأحسن إن شاء الله. وجزيل الشكر للناس الأوفياء اللي دائما كيخليوا لي تعاليقهم الجميلة، ربي يسعدكم يفرح قلبكم يا ربي. يعني كنشكركم بزاف، كثير الشكر، شحال ما شكرتكم راه قليله في حقكم، لان هذاك الكلام الجميل اللي كتخليوا لي في تعاليقكم هو اللي كيحفزني انني نزيد نحط وباش نسمع دوك الكلمات الجميله ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. اليوم حبايبي ان شاء الله غادي نحضر معاكم طاجين ديال السمك ديال السردين بطريقه يعني غزاله، بطريقه اللي ما كيحبش السردين بهذا، يعني كيف العادي، يعني ما كيبغيش الريحه ديالو او ما كيبغيش الطريقه ديالو، بهذه الطريقه غادي يحماق عليها. يلا نبداو حبيبي على بركه الله. بسم الله، اول حاجه كندير الزيت، يعني 4 كاس تقريبا ديال الزيت، وكندير البصله، وموراها كندير الجزر، كاين اللي كيقولوا زروديه، الناس الجزائر كيقولوا زروديه يعني لي كاروت، وكندير القرعه اللي هي القرع. كندير على حسب شحال غندي ديال الاشخاص، يعني كل واحد يدير على حسب المقدار ديالو. كندير البنات الطماطم اللي كنديرها انايا في الوسط ديال الخضر، لان ملي كطيب وكتطلق داك الماء ديالها كيجي معسل معلك، كيعطي واحد النكهه خاصه البنات صدقوني، احسن من اللي كتكون فوق البطاطا، يعني من الاحسن ديروها في الوسط وجربوها غادي تعجبكم. كندير البنات هنايا بطاطا دوائر اللي هي البطاطس، كاين اللي ما كيعرفش البطاطا هي البطاطس، وهنا الفلفل، يعني الفلفله ديالنا انا درت هاد الالوان بثلاثه، يعني ماشي ضروري يكونوا هاد الالوان البنات بثلاثه، تقدوا انكم ديروا غير اللي عندكم متوفر. انا كيعجبني الزواق، كنحماق على الزواق البنات، راكم كتعرفوني. صافي درتهم هكا يا شرائح باش يجيوني على حسب الكفته منين نكون غنستفها. وهنا هذيك الفلفله اللي بقات والبصله قطعتها هكا يا رقيقه ودرتها في الوسط البنات، كتذوب كتجي غزاله بحال الضغميره، كتجي معسله روعه البنات، والله الا روعه، جربوها وتشوفوا، كتعطيها واحد النكهه غزاله للطاجين ديالكم من الفوق. صافي البنات انا درتها هكذايا، يعني انا كيعجبني الزواق، يعني نتوما ما عجبتكمش ديروا غير فلفله لون واحد اللي متوفر البنات وصافي، يعني غير الفكره. دابا ندوزو نوجدو السردين. السردين كنقيوه كيف العاده، كلشي كيعرف ينقي السردين، انا كنرقدو في الحامض، يعني القارص، كاين البنات اللي كيقولوا القارص، كاين اللي كيقول الليمون الحامض، كنرقدو باش كياخذ النكهه ديال الليمون ديالو. كنطحن هذاك السردين كتولي كفته، وكنضيف عليه الكفته العاديه اللي موالفين كنديرو، يعني اللحم المفروم اللي معروف. شحال ما درتو البنات ديال الكفته ديال السمك، كديري ديال الكفته ديال اللحم، يعني درتي نص كيلو ديال الكفته ديال السردين، كديري نص كيلو ديال الكفته ديال اللحم، درتي رابعه كديري رابعه، يعني شحال ما درتي. هنا درت بصله كبيره شلطتها قطعتها رقيقه، تقدو البنات تطحنوها الا ما كتبغيوش البصله تكون باينه في الكفته، لان كاين اللي ما كيبغيهاش تكون باينه، تقدوا انكم تحنوها او تحكوها، يعني داكشي كيبقى اختياري، كل واحد كيدير الحاجه اللي غادي ياكلوها وليداتو وياكلها هو وولادو وكلشي. هنا عندي القزبر والمعدنوس، شديتهم طحنتهم، يعني كميه كتكون زايده كديروها زايده، لان راك عارفين الحوت كيبغي القزبر والمعدنوس. هنا جوج دراس ديال الثومه البنات، شديتهم انا غير حكيتهم، تقدوا نتوما انكم تحنوهم الا بغيتوها تحنو، انا حكيتها كتجي هكاك زوينه، وبالخصوص الثومه خاصها تكون حاضره بقوه مع السمك، بالخصوص السردين كتعرفوا هذه القضيه هذه بدون نقاش. هنا البنات عندي التوابل، عندي الملحه، يعني الملح على حسب الذوق، وعندي الثوم المجفف، درت معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، يعني الفلفله الحمراء، والفلفل الاسود اللي هو الابصار، والكاري. لما كانش عندكم الكاري تقدروا ديروا الخرقوم البلدي، ودرت زريحة القزبر اللي هي بزر القزبرة، ودرت تقريبا واحد 3 ديال المعالق حتى 4 المعالق ديال زيت الزيتون باش نخلط ديك التوابل، وكتعطيني حتى هي نكهة زوينة، لان في الطاجين ما درتش زيت الزيتون، درته غير في الكفتة. وهنا البنات درت معلقة كبيرة ديال لاموطارد اللي هي الخردل، كتعطي واحد النكهه للسردين البنات غزاله، حتى ملي تكونوا غديروا غير السردين عادي غادي تقليوه، حتى هو زيدوا له معلقه ديال لاموطارد، يعني الخردل في الشرموله ديالو، كتجي غزاله البنات.
هنا درت صبيعات ديال الكفته اللي غادي نديرهم في الطاجين، وهذه اللي بقات نقسمها في النص، النص غنديرهم صبيعات باش غادي نقليهم يعني عادي، والنص الاخر غادي نديروه في المجمد حتى النهار اللي غنكون محتاجاه ان شاء الله. وغادي نجبدو نستعملو، اما غادي نديرو مع مطيشه، تقدر تحكو مطيشه وديروا لها عاوتاني نفس التوابل ونفس هذا العطريه، وكديرها كويرات ديال الكفته وهانتي وجدتي العشاء ديالك خفيف. يعني تقدر تستعمليها في اي حاجه، او في الكغاتان، او في بزاف ديال الحوايج، يعني كتجي غزاله. هنا البنات وجدت لاصوص على حسب الطاجين ديالي باش غادي يطيب فيه، نفس المقادير اللي درت للكفته، يعني فيها القزبر والمعدنوس والثوم والملح والثوم المجفف والكامون والفلفل الاحمر الفلفل الاسود الكاري زريعة القزبر، يعني نفس التوابل اللي درناهم في الكفته. دابا غادي نحاول انني ندير هبط غير مع دوك الخطيطات كيف كنوريكم، غنكب غير في الخطيطات باش ما يضيعوليش اللوان ديال الفلفله. كتعرفوني كنبغي الزواق، خاصني هادوك اللوينات ديال الفلفله الصفراء والحمراء والخضراء يبقاو باينين، يعني غنكب غير مع الجنيبات. ها انتم البنات كيف كتشوفوا، كبيت وحافظت على الفليفله تبقى باينه. صافي دابا غادي نبقى نستف دوك الصبيعات ديال الكفته ما بين كل فليفله وفليفله، يعني هكا كنستفهم. وبالخصوص البنات ديك الفلفله كتطلق المذاق في الكفته، كتعطيها واحد المذاق رائع. صدقوني هذا الطاجين الا درتوه البنات غيولي عندكم معتمد، عمركم ما غتبقاو طيبوا السردين تقليوه كيف العادي، او ديروا ديك الكفته ديال السردين عاديه ولا كل شيء. زعما بصراحه البنات كيجي رائع. وإلا كان عندكم البروكولي البنات ما تنساوش انه حتى هو كيجي غزال، انا ما كانش عندي متوفر هذا النهار، يعني كيجي روعه. ها انتم البنات الطويجين ديالنا استفناه، كيجي على هذا الشكل هكذا، وغادي نغطيوه وغندخلوه يطيب على المهل كيف ما راكم عارفين الطاجين الوقت اللي حنا نوجدوا شليضات، يعني شليضات خفيفين داكشي باللي موجود في الدار بنادم كيبغي. حنا راه كتعرفونا حنايا صحاب المغرب العربي دائما كيعجبنا داك الزواق، يعني تقريبا العرب كلشي ماشي غير المغرب العربي، انا زعما بصراحه ملاحظاها في العرب كلشي، ما كنحطوش طبسيل واحد، خصنا دائما الطبيله ولو اقل اشياء كنزوقوا الطبيله ديالنا. كيف كتشوفوا البنات دابا صافي غادي ندخلو غادي نحطو واه نسيت البنات هذه هنايا مطيشه، واه نسيت مطيشه، لان كما انني كندير هذيك دوائر لتحت كندير هذه من الفوق. هذه البنات كنديرها انا في المجمد باش النهار اللي كنحتاجها كنجبدها، هذه راه جبدتها من المجمد ما كيوقع لها والو، كتبقى كيف ما درتيها ما كيوقع لها حتى شي حاجه، ولكن كتجبديها الوقت اللي غتكوني باغيه طيبي بها، ما تخليش جبدها يعني قبل. غادي نزوق بها هكا، الا ما كانتش عندكم هذه البنات يعني غير الطماطم العاديه مطيشه غادي تقطعوها شرائح بحال الشكل ديال الفلفله وغتستفوها عليها من الفوق، باش حنا حقاش ولفنا حنا خصنا الديكور ديال المطيشه يكون من الفوق ديال الطماطم. شفتوها البنات راه كتبان لكم بانها بقات كتعطي شويه ديال البيوضيه لانها مازال جامده، لان عاد جبتها من المجمد، راه ما كيوقع لها والو البنات، كتبقى كيف ما درتيها، ولكن من المجمد للطبق اللي غادي يطيب فيه، يعني في الطنجره ولا في الطاجين ولا في شي حاجه، يعني ماشي تخليها حتى تطلق وتطلق الماء ديالها وكلشي وتقولي لا ما جاتش زوينه. صافي البنات كيف كتشوفوا هنايا درت هذوك اللي بقات، درتها صبيعات هكذايا، تقدروا ديروها هكا في المجمد على هذا الشكل هكذا. من هذه غادي نقليها، غير بغيت نوريكم في الساك ديال المجمد. واللي بقات غادي نديرها هكذا، درتها هك يعني بحال شريحه وحده، باش انا الا بغيت نديرها كلها غنديرها، ما بغيتش غادي ندير غير النصف ديالها. المهم كتجيكم ساهله ملي كتكون جامده، كتجيكم ساهله باش تهرسوها البنات، وراها كتبقى لمده 6 اشهر ما كيوقع لها حتى حاجه. ها انتم البنات صافي الكفته اللي قليتها جات على هذا الشكل هكذا، انت كتشوفوا مازال سخونه كتجي غزاله. والطاجين ديالنا ملي كيوجد ها انتم البنات كتشوفوه كيجي معسل كيجي غزال، والنكهه ديالو والريحه ديالو يا سلام. يعني البنات انا والله القاسم كنقول لكم يعني جربوا هالطريقه هذه بالتفصيل وانتم غادي تردوا عليا، كيجي طاجين روعه. يعني كنبدلوا من الاشكال المعتاده ديال دائما اننا كنديروا نفس الطريقه. هكذا حبيبي غادي نكونوا سالينا الفيديو، شكرا لكم لحسن المتابعه ديالكم، اللي وصل معايا حتى لهذه المرحله هو اللي غيكون عزيز وغالي على القلب، يخليها لي في التعليق ويقول لي وصلت حتى الاخر،
كنشكركم بزاف حبيب الغاليين، كنتمنى لكم كل ما كتمنوا ليكم نتوما بالاضعاف ان شاء الله. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم، دمتم بخير.